فقرتنا التالية، الصدق والأمانة قوة الشخصية، قيم يسعى إليها الأهل لتعزيزها لطفلهم كمنهج لسلوك سوي وتصرفات سليمة، أكيد مع بيئة اجتماعية سليمة. في كثير من الحالات التي يشعر بها الطفل بالخطر والخوف يلجأ إلى الكذب ليكون مخرج له، فكيف يمكن أن تكتشفي بأن طفلك يكذب؟ وكيف ممكن نتعامل مع هذه الحالة الغير صحية؟ معلومات مع ضيفتنا الدكتورة تغريد مسلم، أستاذة في علم الاجتماع بجامعة دمشق. صباح الخير، رمضان كريم. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. يسعد صباحك دكتورة. صباحي. يعني بداية خلينا نبدأ مع الطفل، وخصوصا بالمراحل الأولى هي يمكن أكثر شيء بيظهر بوادر هاي العادات عند الطفل، بحس بهي التصرفات أنه هو بده يكذب أو بده يختلق سبب معين لحتى يلفت انتباه لشيء معين. خلينا نحكي عن بوادر أو بدايات الكذب بالمرحلة الأولى عند الطفل. بالبداية بدي أول وضح ما المقصود بالكذب. الكذب هو عكس كلمة الصدق، وبالتالي الكذب هو الإدلاء أو إعطاء معلومات عن أمر ما أو عن شيء معين، لكن هذه المعلومات بعيدة عن الحقيقة، لا تمثل الحقيقة أو هي بعيدة عن الحقيقة، وقد تكون يعني هذه يعني بعيدة عن الحقيقة ممكن بالكامل، يعني ما إلها علاقة بالحقيقة بشكل كامل، أو ممكن تكون ما إلها علاقة بالحقيقة بشكل جزئي. بالعموم هذه المعلومات التي لا علاقة لها بالحقيقة لتحقيق أمر ما أو لتحقيق هدف معين. نجي للطفل. الطفل بالعموم أنا عندي طفل من لما ولد لحد 18 سنة، هذا تسميته طفل، يعني حسب تعريف الطفولة هو طفل، لكن عندي أقل من سنتين لسه طفل، يعني لسه ما تعرف يعني على هالسلوكيات، لأنه بالعموم الكذب هو سلوك مكتسب. صحيح. وليس غريزي مكتسب. فقبل السنتين يعني لسه عم يكتسب سلوكيات الطفل من والديه، يعني بمرحلة الرضاعة لساته بحضن أمه، لسه ما يعني أخذ سلوكيات الاجتماعية المحيطة. سنتين بدأ يتعامل مع الآخرين، بدأ يتعامل مع المحيط، وبالتالي بدأ يكتسب من هالسلوكيات. هون منقول منشوف إنه بدأ، يعني نشوف إنه صار الكذب، فينا نقول كذب. من سنتين لثلاث سنوات، أو بالأحرى من سنتين لخمس، هاد بيكون بالعموم الطفل بيحكي، يعني مثلا تقولي له مين كسر الكاسة؟ يقول لك القطة. مين، أو خاصة إذا عنده أخ أصغر منه ممكن، يعني أو مولود جديد، بيقول إنه هو، يعني ما بيقول إنه هو اللي كسره، لا بيعطيه لحد بيكذب، بيبدأ يكذب. هل هو يكذب هاد سيء سلبي؟ لا، هاد كذب، هاد خيال عند الطفل، يعني بعمر السنتين لثلاث سنين هو خيال، بيحكي من خياله، صور من الخيال، من قصة سمعة، من فيلم كرتوني شافه، من حديث نحكى قدامه، بدأ هو يعني هذا. وبالعموم الأكثر الأطفال اللي منشوفهم بهالأعمار هي بيكذبوا، هن اللي بتقولي عليهم هدول أولاد حكايين، بيحكوا كتير، بيكونوا طليقين بليغين بالكلام، وبيكونوا هيك اجتماعيين وحكوجية، هاد دليل إنه هن عندهم ذكاء أكثر، يعني عندهم مستوى ذكاء جيد مرتفع ممتاز، ذكاء مرتفع، وبالتالي هن هالمعرفة، أو خليني أقول هالارتفاع بنسبة المعرفة أو بمستوى الإدراك عندهم، هو اللي بيخليهم أنهم يختلقوا قصص من الخيال، يكون خيالهم أنشط وخصب، بيألفوا بيحكوا أكثر. فلذلك بهالسنوات هاي الأولى بنيجي لعندي بتقلي طيب بعد الثلاث، بعد الأربع سنين الخمس سنين، لا بيكون كذبه مختلف، من خمس سنين لعشر سنين بيكون الكذب إيه، بغرض مختلف، بيكون بغرض لا حتى ممكن خوف، ممكن قلة ثقة بالنفس، ممكن تدني بمستوى. هل بدي أسألك عنه دكتورة؟ يعني مثل ما قلنا في فترات عمرية صغيرة ببلش الطفل يكتسب فيها بهي المرحلة كتير من الصفات ومنا الكذب. البيئة المحيطة قديش بتلعب دور؟ يعني لما نقول طفل بيكذب إن كان خوف أو قلة ثقة، أكيد هي عوامل مؤثرة محيطة، قديش بتلعب دور بمفهوم الكذب عند الطفل؟ صحيح. نحن قلنا بالبداية إنه السلوك، إنه الكذب هو سلوك مكتسب، وهو من البيئة، مكتسب يعني من البيئة. فإذا للمحيط الدور الأكبر، أو كل الدور اللي هو للمحيط. منين عرف هذا طفل لساته يعني ما بيعرف شيء، منين عرف هالسلوكيات يعملها؟ من المحيط. أول محيط بحيط بالطفل هو الأسرة، الأب والأم والأخوة، وأول شخص هو الأم
ثم الأب ثم الأخوات. لما الأم يعني بيرن جرس الباب بتقول لا، بتقول لبنتها أو لابنها قول ماني هون، قول نايمة. هذا كذب، تعلم لا الكذب إنه هو يعني أمر طبيعي بسيط، بسيط يعني ما نو عيب، ما نو آفة، ما نو مشكلة. لكن بالعموم الكذب هو آفة اجتماعية، فلذلك بيبدأ يتعلم هالسلوكات. لما بيلاقي أهله عم بيبالغوا بشيء بعيد عن الحقيقة بيبدأ يعني يشوف إنه الأمر طبيعي إني أنا أحكي شيء غير الحقيقة. فلذلك هالأمور هي كلها بيكتسبها بالبداية من المنزل، بعدين من أصدقائه، بعدين من رفاقه بالمدرسة، وهيك بيكون الأمر هذا هو المحيط اللي عم يكتسب منه الولد الكذب، وبالتالي بيصير يعني يكذب وبيصير يعني يتحول لعادة إذا استمر ولم يتم الانتباه إلى هذا الخطر. نعم. دكتورة، هذا اللي كنا نسألك عنه، يعني عادة كثير من الأطفال بيكتسبوا عادة الكذب مثل ما قلتي من المحيط، الأسرة والجمهور اللي ممكن يلتقي معهم، من أصدقاء، من أي حدا ممكن يشوفه يتعلم منه باعتبار هو بيكون سهل التعلم. صحيح. كيف فينا نحن إذا اكتشفنا أنه طفلنا عم بيعاني من هي المشكلة واللي هي مشكلة سلوكية، اضطراب الكذب حقيقة، كيف أنا فيني أتعامل مع الطفل وبلش شوي شوي لحتى خلصه من هي العادة؟ صحيح. بالعموم نحن بطرق تربيتنا في نسبة كبيرة وعالية بطرق تربيتنا خاطئة، لكن لا نعي هذا الخطأ. يعني ما في أسرة، ما في أهل بيربوا ابنهم على الخطأ وبيكونوا عارفانين هذا خطأ، لا، هني بيجهلوا أنه خطأ. يعني أب وأم بيشوفوا ابنهم يعني حكى قصة، ألف قصة، بنبسطوا فيها، شوف شو عمل، يعني بيشجعوه، بيلاقي انهم انبسطوا وضحكوا يعني حكوا فيها، بيقوم بيزيد، بيصير بتكتر عنده القصص، بيزيد وبيكبر وبتكبر اكثر واكثر. اول مره ما تحاسب، ثاني مره ما تحاسب ممكن، طيب تقولي لي هلا طيب ايه هاد يعني نوع، لا، في اهالي كثير منضبطين وقاسيين وما بيرضوا بيتابعوا ابنائهم على الشغله الصغيره، ما بيسمحوا باي معلومه غلط. كمان القسوه الزائده، مبالغة، إن كان باللين أو بالقسوة بدها تعطي نفس المفعول. يعني شدة المتابعة والقساوة المتابعة كما بتخليه يهرب، خليه يكذب ليهرب من أنه يعاقبوه على هالأخطاء. فلذلك يعني منشوف أنه يعني إلهم للأهالي دور كتير كبير، لكن أنا بدي انتبه على ابني إذا كان هذا الكذب، وأعرف شو نوع هذا الكذب، إذا كان هو يعني سلبي ولا إيجابي، وتكرار مرات التكرار، وما سبب، شو الظرف اللي كذب فيه، وما السبب اللي خلاه يكذب، لحتى أعرف أتعامل مع هاي الحالة وحتى أبدأ غير بسلوكيات ابني. طيب يمكن الدور الكبير هون بيكون على عاتق الأم، لأنه هي المعلم الأول والمثال الأعلى لطفلة. خلينا نحكي عن دور الأم هون، كيف ممكن تعلم ابنها الصدق وتتفادى موضوع الكذب من خلال سلوكيات صحيحة وتعاليم صحيحة للطفل. صحيح، الأم هي المعلم الأول لكونها هي أول شخص الطفل هو لصيق فيها، متلقي من خلاله، بيتلقى من خلاله، بعدين الأب، بعدين الإخوة، وبعدين بينطلق لدائرة أوسع. فالأم هي هون أول شيء بدها تنقلها قيمة الصدق ولها الطفل وتعلموا إياها. لكن نحن قلنا إنه هذا الزمن ما نتعلم بالتلقين، هو زمن التعلم بالتفاعل. فلذلك أنا لعلمه قيمة الصدق وإنه هذا الصدق قيمة يعني جميلة وكبيرة وإيجابية، أنا بدي يكون عم مارسها. يعني ما فيني أنا علمه الصدق وأنا عم كذب، وأنا لما بيقول إنه له مو هون، له ماني فاضي، أو كذب مرة يلا معليش سامحت، أو أنا كذبت على الآخرين، هذا أول شيء بيكتسبه. لذلك بدهم يكون الأهالي هن بالدرجة الأولى صادقين وينتبهوا كتير لسلوكياتهم أمام أطفالهم، وبدهم يعوا لأمر مهم جدا إنه التربية هي علم وليست شيء مكتسب. فبدهم يتعلموا أصول التربية، كيف يربوا هذا الطفل، وليست تكون إنه نحن بس نقدم له حنان إنه نحن عم نربي، لا، نحن هون عم نرعاه. في فرق كتير كبير بين الرعاية وبين التربية. الرعاية هي يعني نحن عم نعطيها بشكل عفوي، لكن التربية هي واجب وإله أصول وإله يعني نتعلم نحن هالمبادئ كيف نربي هذا. وبالتالي هيك بنكتشف نحن السلوكيات الخاطئة ومنغيرها سواء
سواء كذب أو أي نوع آخر من السلوكيات المغلوطة. أكيد. يعني اليوم تعرفنا مع حضرتك عن السبب الأساسي اللي بيخلي الأطفال يكذبوا وكيفية التعامل مع هذا الموضوع. بدنا نتشكر حضرتك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. بتشكركم، كل عام وانتم بخير. الدكتورة تغريد مسلم، أستاذة في علم الاجتماع بجامعة دمشق، نتشكرك أكيد على وجودك معنا. شكرا كثير إليك. شكرا.